يعني هو عزوف المرأة عن الانتخابات البرلمانية دي، وأنا هتكلم عن نفسي، المجموعة كمان اللي جمعها مجموعة عضوات وكانوا قادرات على خوض المعركة الانتخابية. للأسف الشديد احنا طبعا كان نفسنا نكون موجودين في البرلمان اللي جاي، لكن احنا وجدنا انه في بعض الناس اللي ابتدت تتحدى الشعب وابتدت تفرض نفسها على الحياة السياسية مرة أخرى. لكن احنا هنفضل وهنبقى ندعم كل المرشحات والمرشحين اللي هم انتمائهم الوطني ومصرين على استكمال خريطة الطريق ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية. انما انا اتمنى ان تتم دراسة هذه الظاهرة، لان احنا محتاجين نحس بامان اكتر واكتر، ومحتاجين يكون في بعض الضمانات اللي ممكن تخلي كل المرشحين يقدروا ان هم ينزلوا الانتخابات البرلمانية. للاسف شديد من اهم اسباب اللي انا بعتبرها حتى خاصه بينا احنا، ان بقت الموضوع بيتحكم فيه رؤوس الاموال او الناس اللي عندها فلوس اكتر، اللي بتدخل بتقدر انها تشارك في الانتخابات دي. للاسف الشديد الوقت كان ضيق بالنسبه لنا جدا، لكن انا اتمنى ان شاء الله في الانتخابات القادمه باذن الله هنكون بندفع بمجموعه كبيره من السيدات. احنا الحقيقه دفعنا بمجموعه، لكن ان شاء الله هكون اكتر واكتر في المرحله القادمه باذن الله. من اهم الاسباب انا بعتبرها اللي لازم تستحق الدراسه وتستحق مش الدراسه كمان التحقيق الشديد جدا جدا النهارده، لان احنا كان في مجموعات كبيره جدا دخلت بعض القوائم، وبعض الناس اللي عملت قوائم كبيره وقوائم كانت بتزعم انها قوائم وطنيه، مجموعات كبيره دخلت معاهم. وانا بتكلم حتى عن نفسنا احنا، في مجموعه كبيره من عندنا دخلوا قوائم وكانت بتقول انها قوائم وطنيه، للاسف الشديد انسحبوا اخر يوم، ما ادوش فرصه بعد ما الناس عملت الكشف الطبي وكل حاجه ودخلت مع القوائم دي. جت في اخر لحظه القوائم دي قرروا، او الناس اللي عامله القوائم دي او المسؤوله عنها جم فجاه وانسحبوا دون الرجوع للمرشحين اللي موجودين عندهم اللي هم وثقوا فيهم. وانا بعتقد ان دي من اهم الاسباب اللي سببت على عزوف بعض الناس، مش بمزاجهم الحقيقه، كان شيء في خداع من الخداع. واعتقد ان ده في شيء من يعني انتوا خدتوا مني ان انا جريئه وبتكلم في الحقيقه، حاسه انه في خطه ممنهجه على الشعب المصري وجايه منين، كله عارف انها جايه من الخارج، بتعمل على عزوف هذا العدد الكبير، وعايزين يوصلونا لايه؟ لا احنا برضو حتى لو كان في عزوف هذه المره، لكن احنا مصرين على استكمال خريطه الطريق، وبرضو هندعم الناس اللي موجودين والقائمه الوطنيه اللي هنتفق عليها، هندعم كل امراه وكل رجل دخل الانتخابات يكون شخص وطني ومحترم، وان شاء الله هتشوفوا لينا دور كبير قوي كجماعه عمان نساء مصر الفتره اللي جايه في كشف كل من هو وطني ومحترم، وان احنا ندفع بيه، وان احنا هندعمه ان شاء الله الفتره اللي جايه. شكرا.